أهلا وسهلا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الثالث عشر في هذا الفيديو، سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. كما يظهر أمامكم مهارات البحث والتوثيق، فهي هذه المهارات التي ستكون هي أساس عملنا هذا الأسبوع. مهارات البحث عزيزي الطالب هي القدرة التي يحملها الشخص لإنشاء مفاهيم جديدة وفهم استخدام جمع البيانات. تشمل هذه المهارة تقنيات والتوثيق وتفسير البيانات التي تم جمعها ومن ثم وضع الفرضيات. هذه المهارات ضرورية لتطوير معرفتنا وأيضا تعزيز هذه المعرفة. عند القيام بمشروع بحثي يجب عليك أن تمتلك مهارات مهمة لضمان نجاح هذا البحث ولضمان دقته. أولاً، مهارة إدارة الوقت. إدارة الوقت هي مهارة بحثية أساسية تساعدك على تقسيم عملك إلى أجزاء يمكنك إدارتها بسهولة، وبالطبع يجب أن تضع خطة موجهة نحو بحثك وتعيين الوقت لكل مهمة من المهمات الجزئية. مهارات الاتصال، عليك أن تفهم المعلومات وتتلقاها بشكل صحيح، وتسمح الفرصة للمشاركة مع الآخرين بطريقة فعالة وبطريقة مفيدة. الاستماع والتحدث الفعال هي مهارات حاسمة للتواصل القوي. حل المشكلات وتقسيمها إلى أجزاء صغيرة، بمجرد فصلها إلى أجزاء يمكنك البدء بالتفكير في كل عنصر وتحليله. جمع المعلومات والاهتمام بالتفاصيل، المعلومات ذات الصلة هي مفتاح تصميم البحث الجيد. سيساعدك البحث على أن تصل إلى موارد موثوقة تجمع المعلومات من هناك، على تعزيز اقتراح البحث الخاص بك ويدفعك إلى الحلول بشكل أسرع بمجرد أنك توصلت إلى المعلومات، ومن الضروري إلى اهتمام بذلك. عن ماذا سيكون البحث؟ سيكون البحث عن الحياة الاجتماعية في الأردن. هذه هي المعلومات التي ستغذيها من خلال بحثك. كيف ينقسم البحث الحياة الاجتماعية إلى فئات؟ سكان القرى الذين يعتمدون على تربية الماشية، كيف أن الوجاهة والنفوذ في القوى يعتمد على عوامل متعددة، الملكية الزراعية والثروة الحيوانية، الروابط الأسرية، العمر والخبرة. سندخل إلى التفاصيل هذه. أيضاً سكان البادية وهم الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان، وقد فرضت عليهم من قبل الظروف التنقل والترحال بأغنامهم وجمالهم. هم سكان الصحراء ويعيشون في التنقل، على أن المصادر الإنتاج الأساسية عندهم هي الألبان ومشتقاتها والأصواف، ويعد بعد بيت الشعر جزءاً لا يتجزأ من حياة العشائر البدوية. أيضاً سكان المدن، لم يكن هناك مدن بالمعنى التقليدي للمدن العربية، هناك تجمعات في إربد وعمان والصلت، هي أقرب إلى القرى الكبيرة منها إلى المدن. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الثالث عشر. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.